معايا مداخلة هاتفية مهمة مع الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا فندم مشرف ومنور وألف مليون مبروك، وشك حلو مع كل البعثة. مليون مبروك طبعا زميلي وصديقي العزيز اللي بعتز بيه وصدقت دايما ومتألق دايما كريم، وطبعا سعيد جدا بمداخلاتي معاك زي ما انت عارف، ويعني انت بتتكلم عن التلفزيون في البدايه بضم صوتي لصوتك، انسان وفي وطني بكل ما تعنيه الكلمه. صحيح. جديد زي ما بقول لك حاله نادره، بلده بيعشقها، بيلعب هو يعني شد دراعه وربطه لانه مصاب بيه وعنده جرايم الجمعه اللي جايه، لكن لا اتكلم من هنا للصبح بصراحه يعني حاله تدرس بكل تاكيد، وانا بحييه من خلال منبرك الاعلام المحترم، وبحيي كل لاعبي المنتخب الوطني وبحيي الجهاز الفني، ومليون مبروك دكتور ايهاب. دكتور ايهاب بعد اذنك، انتوا ما كنتوش عارفين باصابه تريزيجيه عشان هو كان بيقول ان هو كان لابس شيرت بكم في المران عشان ما حدش يشوفه، هل فعلا ما كنتوش عارفين الاصابه ولا كنت عرفتوها في الاخر؟ هو ما كانش قايل، ما كانش قايل في الاخر يعني، ما شفت فقال انا عندي ايه بكذا، لكن انا طالما المنتخب بيتابعني ما اقدرش ابدا ان انا اتاخر في لحظه من اللحظات. عظيم. كل كلمه بيقولها زي ما انت قلت كريم بتكون صادقه وطالعه من القلب، يدل على كده لما تقعد معاه وتشوفه مع زمايله، وجوده مع محمد صلاح مع الشناوي مع النني، لا لا عاملين حاله جميله جدا وروح اكثر من رائعه. وعاوز اقول لك كمان الاكثر من رائع الحميميه في العلاقه اللي بتجمع الجهاز الفني كابتن حسام كابتن ابراهيم. والله يا دكتور، والله يا دكتور انا كنت لسه دكتور ابا كنت لسه هسالك على دي تحديدا، وانا عارف دائما وابدا ان انت راجل صادق، يعني قول لنا الحاله جوه عامله ازاي، عشان احنا بنسمع كلام كده اصل اللعيبه مش مرتاحه، اصل الكابتن حسام حسن بيضايق اللعيبه، اللعيبه متضايقه من الكابتن حسام حسن. انت راجل صادق وراجل اعلامي كمان، فانت هتنقل الصوره بشكل صحيح 100%. يعني انت بتاعت فيها الصدق دائما، والحمد لله عمري ما هتكلم غير بالصدق، لو شايف حاجه مخالفه هتكلم عشان ما تنسى سلبيا غيرها الايجابيه. لكن اللي انا شايفه انت تقدر تشوفه من خلال الملعب ومن خلال الارتياح اللي موجود ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني. ده ما بيحصلش غير لما بيكون في حاله من الحب وحاله من الود الكبير جدا وصلوا الجهاز الفني للاعبين. كابتن حسام حسن كابتن ابراهيم اقرب مثال، يعني امبارح بعد تناول الغداء غبنا عليه ساعتين اثنين، كابتن حسام قعد وجود كابتن محمد صلاح وجود الجميع وعمالين يتكلموا، بيحصل كابتن حسام عن ايام كاس العالم 90 والكابتن ابراهيم وضحك وكابتن صلاح يضحك وشناوي وتريزيجيه، واللاعبين بقى بتوع المنتخب الاولمبي تشوف ازاي صلاح وتريزيجيه والنني وشناوي مجمعينهم معاهم. ايوه. ان هم مش جايين لاعبين، لا لا ده انتوا لاعبين كبار. ولما تاخد فرصه، عشان كده شفنا اسامه فيصل النهارده ياخد مباراه كامله كراس حربه منتخب مصر. حاله اقسم لك بالله من الحب الشديد جدا ما بين الجهاز الفني وما بين اللاعبين، وده اللي يبشر ان اللي جاي هيكون احسن لمصر ان شاء الله بإذن مع جهاز وطني لازم كلنا ندعمه، ولازم كلنا يعني نكون وراه قلبا وقالبا، ومن خلال من بلد برضه الاحترام. انا بدعو جماهير الكره المصريه، منتخب مصر له الاولويه. احنا بنشجع اهلي بنشجع زمالك، كل واحد فينا بنشجع نادي لما بيكون ايضا في مهمه وطنيه، لكن مصر احنا بنلعب هي جمهور الاهلي الزمالك الاتحاد المصري كل محافظات مصر بلا استثناء، عشان كده لازم نلتف مره ثانيه بعد النتائج الطيبه دي، وان شاء الله مع جهازنا الفني المحترم نصل الى ارضاء الجماهير المصريه ويلبس طموحات الكره المصريه ان شاء الله. الله يا دكتور ايهاب. طيب الحاله العظيمه دي اللي فيها منتخب مصر، وانا كمان كان عندي معلومات ان الحاله المعنويه والحاله على مستوى العلاقه كمان على خير ما يرام، ايه اللي حصل في حكايه احمد حجازي وكيف تعاملتوا مع هذا الامر يا فندم؟ بص يعني انا عاوز اقول حكايه حجازي ما عادتش حكايه، انتهى بمجرد ما تم اتخاذه من قرار داخل المعسكر اللي فات. كابتن ابراهيم حسن وانا قاعد معاه بساله، قال لي حجازي احنا اللي احتضناه واحنا اللي تابعناه، وده اخونا الصغير وابننا، وباب المنتخب مفتوح لاي واحد، كلنا احيانا كنا بنغلط وبنتنفس في الملعب عشان ما بنلعبش، لكن قال لي حجازي ابننا تمام، واحنا باب المنتخب مفتوح لكل الناس، احنا ما فيش ظهيره بيننا وبين اي لاعب ابدا، احنا كلنا مصلحه مصر، نجاح اللاعب هو نجاحنا، ونجاحنا كمان في الفوز وهنبني بلدنا. فكابتن ابراهيم بصراحه قال كلام ريحني جدا واطمئنيت، ان يعني إن ما يروج من خلال بعض وسائل الاعلام للاسف الشديد للاسف الشديد اللي عمالين ان في حاله من الاحتقان وكل معسكر، لا ما فيش. اللي انا شفته ان كل اللاعبين على قلب رجل واحد مع جهاز فني، يعني اخ كبير مع اخوات صغيرين، وضحك وفي لحظه الجد يكونوا جد، لا 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 الكلام اللي كان بيتقال الحمد لله اللي انا شفته بعيني من خلال المعسكر قعدت معاهم،
في الليل والنهار لا، الحاله مختلفه تماما. وزي ما بقول لك حجازي انتهى الموضوع بمجرد القرار اللي تم اتخاذه، وزي ما قال الكابتن ده مفتوح للجميع بمفهوم حجازي لان كلنا خطاط. طيب مشكله عايز اسالك كمان، عشان النهارده برضو الناس كثيره بتتكلم انه عمر مرموش خرج من بعثه منتخبنا المصري قبل السفر الى بوتسوانا بسبب اصابه. النهارده انتراخت فرانكفورت قالوا ان الاصابه خفيفه واللاعب جاهز لمباراه يوم السبت في الدوري. هل كان في اتفاق ما بين الجهاز الفني وعمر مرموش على لعب مباراه واحده، ولا احنا قيمنا الاصابه انها اصابه قويه وبالتالي سافر؟ انت في بدايه موسم لازم بتحافظ على كل لاعب موجود معاك، تمام؟ عشان كده في تنسيق كامل ما بين الجهاز الفني وجهاز قدره المنتخب وما بين اللاعبين. احنا لما اللاعب عندنا محترف عشان ما تتفاقمش الاصابه ولا يبقى في حاجه لو لقى مباراه ثانيه حصلت، لا انا بريحه. وعندي كابتن حسام قالها، قال انا عندي ما فيش مشكله كل اللاعبين على الصدر سواء، واقدر ان انا في اي تشكيل اعمل حاله داخل الملعب واقدر ان انا العب. شفنا النهارده اسامه فيصل مباراه كامله، وده نتاج المنتخب الاولمبي، وده عمليه الاحلال والتجديد في المنتخب لما ادفع باكثر من لاعب او خمس لاعبين المنتخب الاولمبي يكونوا موجودين مع منتخب مصر الاول. فده اللي احنا كنا بنسعى له، ان يبقى عندك المنتخب امتداد من اللاعبين الصغار من المنتخب الاولمبي. فده يحسب للكابتن حسام ويحسب للجهاز الفني بالكامل عمليه الاحلال والتجديد والنزول بالاعمار مع وجود بعض اللاعبين الخبره داخل المنتخب. فكل صغيره وكبيره بتم التنسيق ما بين الجهاز وما بين اللاعبين، ما فيش اي مشكله اخلاق. عظيم جدا. اللاعبين المحترفين هيعودوا الى القاهره ولا هيسافروا مباشره الى كل دوله بقى بحسب فرقتهم؟ والله هم موجودين معانا على طياره كابتن صلاح، في طياره خاصه من طياره هيسافر على طول. يعني عندنا كمان تريزيجي هيسافر لان عنده مباراه يوم الجمعه قطر. برضه حمدي فتحي مسافر على طول. النني برضه مسافر. وبجانب عندنا لعيبه بيراميدز هينزلوا من الطياره هيكونوا على طول مسافرين مع بيراميدز مباشرة في الوقت خالص، تمام؟ ففي لعيبه لسه بتطلع تأشيرات برضه عشان تفتح السفر زي ما انت عارف، اللاعبين اللي لسه في التدريب. فدي كلها اجراءات، لكن الامور كلها طيبه الحمد لله تعالى. ان شاء الله. دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، الف مليون مبروك وبشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء.